اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده، واو ده ايه، اوضه الباربي بتاعت ايه الحمام. هنا بقى في الحوض والبانيو بتاعها ومعاه السكه الصغيره، ومعاه بقى نحط هنا الشامبو والبطه، وباربي بتقعد تنزل وتبلبط فيه. بصوا اللعبة دي صراحة اطفال فوسين 3 سنين، والحمام ده جزء بقى من البيت بتاع باربي الكبير قوي ده. الله ده اكيد شكله هيكون حمام جامد قوي. بصوا بقى فتحناه، ده البانيو بتاعها بقى لونه اخضر كده شفاف، في اشكال كده جميلة جدا. وهنا بقى دي الرجلين بتاعته اللي هي لونها ابيض، ومن فوق بقى الحتة اللي فوق دي كمان لونها ابيض، شكلها فعلا حلو قوي. دي الحنفية ممكن تفتح منها المية الساقعة والسخنة، وبتلف كمان يمين وشمال تحس ان هي بتقولي لا. شكلها فعلا جامد قوي، والميه كمان بتاعتها طبعا هتنزلي بقى ميه كتير، واو. وهنا بقى دوت اللي هو زي الباسكت كده لما نحط بقى فيه حاجه الحمام، شاور جيل بقى وشامبو وبلسم وكريم وحاجات كتير قوي رهيبه. وكمان معاها بطه فظيعه، طبعا باربي بتستحمى بطه، مينفعش تنزل تستحمى من غير بطه خالص. بص كده بقى حطينا الشامبو والشاور جيل بتاعها عشان تبقى شكل نضيفة بقى فله، ودي البطه بتاعتها بقى الفظيعه نحطها كده كمان معاها. ممكن نشيل الشامبو كده ونحطه كده هنا عشان نحط مكان للبطه اهو. بصوا بقى كده حطينا البطه والشامبو والشاور جل، طبعا باربي بقى تنزل تسقف في ايديها ورجليها اول لما تلاقي الشامبو والبطه بتاعتها والشاور جل. هنركب بقى كده البطه كويس اوكي، ونحطها بقى كده في البانيو الفظيع. ودي بقى السجاده عشان باربي لما تطلع من البانيو ما تتزعلقش طبعا، عشان هي طرطش بقى ميه في كل حته، ولو دست على الارض من غير السجاده تلاقي باربي طايره وخبطه في اي حاجه في الايه في الارض. عشان كده احنا حطينا بقى سجاده مرسوم عليها علامه باربي. واو جبنا بقى باربي نفسها عشان تقدر ان هي تختبر الحمام الجديد بتاعها. هتنزل بقى كده في البانيو، بس طبعا البانيو ما فيهوش ميه. ممكن اعمل لكم بقى فيديو تاني لقاعات العاب الاطفال نحط بقى فيه الميه ونشوف يا ترى هيكون عامل ازاي. الله بصوا بقى باربي قاعده كده بقى ومزقططه في البانيو الجديد بتاعها، وهنا بقى معاها الشامبو والبطه بتاعتها ومعها كمان السجاده، اكيد طبعا فرحانه بيها جدا. ايه رايك يا باربي في الحمام بتاعك الجديد؟ واو انا مبسوطه بيه قوي، انا بحب البانيو ان انا استحمى جدا. هجيبولي بقى العاب الميه ايه نقدر ان احنا نلعب بقى بيها في البانيو. طبعا يا باربي هنجيب لك كل حاجه جديده هتعجبكم جدا 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 في فيديوهات تانية كتير. هنقدر ان احنا نستحمى بقى بالعاب الميه، ونعمل رغاوي ونعمل بقى بول بارتي، ونعزم كل اصحابك يا باربي عندك في البيت ويجربوا بقى الحوض بتاعك الجديد، ويستحموا بالشاور جل والشامبو، ويلعبوا بالبطه الفظيعه بتاعتك. واو انا بجد مبسوطه جدا، انا بحب ان انتوا كل شويه تشتروا لي حاجه جديده. اكيد طبعا اتمنى اصحابي يكون الفيديو الفظيع عجبكم، بليز بقولولي في الكومنتات رايكم فيه وفي البانيو الفظيع بتاع باربي. اتمنى ان هو يكون عجبكم، وطبعا قطع العاب الاطفال هنجيب لكم بقى لعب تانية كتير لباربي هتعجبكم جدا. ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد في فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.